ماجد المهندس صوت من الأصوات الرومانسية الحالمة، وهو ملحن متمكن من أدواته ويستحق عن جدارة لقب أمير الرومانسية. على الرغم من شهرته يبقى الفرنس ماجد المهندس متواضع أمام جمهوره. التقيت طبعا ماجد المهندس أثناء حلوله ضيف الحلقة الثانية من برنامج محمد عبدو فنان العرب، حيث أجريت معه هذا الحوار. الغناء ماجد المهندس، يا هلا ومرحبا بك. شرف لي اكون وياك. حابين نعرف عن الفيديو كليب، ليش تاخر نزوله للحين؟ شيء ما كان المقرر نصوره قبل رمضان ومع المخرج اللبناني الكبير فادي حداد، بس هو انشغل شويه في مع يعني مع كذا مطرب، الوقت صار ضيق كثير ودخلنا على رمضان، فان شاء الله راح نصوره بالايام الجايه باذن الله تعالى ان شاء الله. جميل. لو ماجد المهندس مر بتجربة أو موقف حب، حزن، فرح، والله يبعد عنك الحزن إن شاء الله، الله يخليك، ممكن يترجم إحساسه هذا الشاعر ويقول له بليز أبغيها في كلمات أغاني عشان أنا أغنيها؟ أكيد أكون راح أحس بيها أكثر، أكيد لو تجربة أنا مريت بيها، بس مو بالضرورة طبعا أكون أنا مار بيها الأغنيات حتى أحسها، كنت تكون موقف لصديق او ممكن من قراءه معينه انا حسيت بها، احاول اترجم احساس المؤلف واوصل لاحساس الناس، هذا الاهم يعني. نعم. طبعا انت سويت وايد ديوات مع فنانين كبار، راشد الماجد، حسين عبد الله رويشد، حسين الجسمي، عبد الله رويشد. نعم. حاب انك تكرر ايضا هالتجربه او خلاص؟ شيء ما فكره حلوه هي كثير، وخاصه اذا كان الموضوع مكتوب بالاساس او اللحن موضوع بالاساس موضوع ديو، كثير حلو يكون، وبعد خاصه بعد ما نختار الطبقات ونختار التوزيع، بس احب لما تجي يعني ظروفها، يعني مو بس لان الشاعر او الملحن اختار بس صوتين واي صوتين يجي، يعني حلو لما يكون ديو مدروس، يعني ذاك اللي انا فترات متباعده اقدم هذا الديو. نعم نعم. جديد ماجد المهندس شوف؟ ان شاء الله 4 أغنيات مع روتانا راح تنزل ان شاء الله خلال اسبوعين باذن الله، ومثل ما قلت في البدايه راح نصور ان شاء الله كليب خلال الاسبوع الجاي باذن الله. انتظار الكليب لازم نشوفه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يعجبكم يا رب. اذكري يوم التقت نظراتنا والاماني لعبت ارواحنا. احنا اليوم في كواليس برنامج محمد عبدو، حابه اعرف شو رايك بالبرامج اللي تطلع هذه المواهب، هل هي فعلا تعطيهم التقييم الصحيح عشان يطلعون كمواهب او انها مجرد برامج؟ انا قلتها بكذا برنامج سابق، انا مع هذه البرامج للامانه، معاها بشده، لان تقفز بالمتسابق مراحل، تعرفها بشريحه كبيره من الناس، تضع امام لجنه من كبار فنانين في عالمنا العربي وعندهم خبره ما شاء الله كبيره. اليوم برنامج فنان العرب فرصه كبيره، وبرنامج انا متاكد راح يولد كبير بوجودكم طبعا، بوجود مؤسسه دبي للاعلام، هذا التلفزيون الرائع والكبير، بوجود فنان العرب محمد عبدو اللي اقدم على هذه الخطوه الكبيره، دعم كثير كبير راح يكون ايضا من اللجنه سعد عبد الله والفنانه الكبيره اصاله، خطوه كبيره لهم، وان شاء الله ما تكون يعني حتى لو واحد طلع ما تكون يعني نقطه النهايه عندهم، يقدرون يكملون باذن الله بعد البرنامج. لو ماجد المهندس لين الحين كان في بداياته كان ممكن يشارك هالنوعية من البرامج؟ أشارك، بالعكس أشارك بكل حب، صدقين إحنا كنا نحلم يعني نلقى هيك فرصة كبيرة تخلينا على الطريق الصحيح وتعرفنا بالناس ونكون مع فرقة موسيقية كبيرة متواجدة خاصة مع الأستاذ إلي العليا، ويدرسون إذا مو النوطة على الأقل نعرف الطبقات اللي نغني عليها وتمارين، فمهمة كانت بالنسبة لكل واحد بينا. جميل. ما لقيناها إن شاء الله الشباب يعني والشابات المشاركين
ينتهزوا هذه الفرصة ويحققوا أمنيتهم وحلمهم إن شاء الله. كلمة أخيرة حق فنان العرب محمد عبده، شو حابة تقول له؟ وخص لي جمهورك أيضا في عبر قناة دبي ومعجبينك الياسين يتريون ماجد المهندس. أقول أول شيء للفنان العرب فنان الكبير أبو عبد الرحمن، الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية وتظل تمتعنا بعطائك الفني الكبير، لأن إحنا نتعلم منه شيء، ما مدرسة كبيرة محمد عبده، نظل نتعلم منها وننهل منها. فرصة كبيرة لكل المتسابقين، لكل حتى المشتركين اللي مو بالبرنامج هذا، للناس اللي تحلم بالغناء، فرصة إنه نشوف أستاذ محمد وتعامله مع المايك، تعامله مع المتسابقين، تعامله مع الإعلام. وأنا شرد أقول لجمهوري دائما أقولهم الله يخليكم لي، الله لا يحرمني منكم، لأني بأمانة هم يعني هم مصدر سعادتي، هم اللي هونوا علي التعب. الله يقدرني دائما وأكون بحسن ظنهم وأقدم لهم أشياء تسعدهم إن شاء الله يا رب. آمين. تسلمي رب. شكرا على هاللقاء وشرفنا ونورتنا. الله يخليك، تشرف لي يا شيماء، ربي يخليك. شكرا لكل الشباب والستاف اللي وياك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.